رفع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أسمى آية الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى على أمر جلالته السامي بإطلاق اسم مدينة خليفة على المنطقة التي تضم عسكر وجو الدور وضواحيها، مؤكدا سمو أن هذه المبادرة ليست بمستغربة على جلالة العاهل المفدى حفظه الله، وهي موضع تقدير واعتزاز دائمين ولها محلها ومكانتها في النفس، مشيدا سمو بمبادرة جلالة الملك المفدى بتسمية المنطقة التي تضم عسكر وجو الدور باسم مدينة خليفة. وقال سموه: تلقينا هذه المبادرة السامية بكل الاعتزاز والتقدير والعرفان لأنها عكست معاني عميقة ومشاعر طيبة ووفاء ملكي غال لكل جهد يبذل من أجل بناء الوطن وازدهاره، وتقديرا عاليا محفزا على بذل المزيد خدمة للوطن بقيادة جلالة العاهل المفدى لتوفير العيش الكريم والخدمات الراقية للمواطنين في شتى المجالات. وأضاف سموه أن الحكومة تضع دوما نصب عينها التوجهات الملكية السامية بشأن توفير المسكن الملائم للمواطن وتسير على هديها، لافتا سموه إلى أننا على يقين بأننا مهما قدمنا لأبناء شعبنا فهم يستحقون الأفضل، وسيظل طموحنا للارتقاء بالوضع الخدمي الذي يهيئ للمواطن الحياة الكريمة ليس له حدود. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة ماضية بخطوات راسخة في مسيرة التنمية التي يعد الجانب الإسكاني جزءا أساسيا فيها، فالحكومة تدرك أهمية المسكن في منظومة الحياة الكريمة التي توفرها للمواطن، لذا فهي تحرص على إعطائه الأولوية القصوى ضمن خططها وبرامجها الاستراتيجية. وأوضح سمو أن الحكومة ومن خلال مشاريعها التنموية تستهدف بناء مجتمع راسخ ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والبذل والعطاء. وأضاف سمو: نضع رضا المواطن البحريني عن الخدمات الحكومية يتصدر الاعتبارات الحكومية، وليثق الجميع أن النهضة التنموية التي تشهدها بلادنا أساسها الإنسان البحريني، وأقصى ما نطمح إليه هو خلق بيئة عصرية متطورة إسكانيا وعمرانيا وخدميا للمواطن. وتابع سمو قائلا: إن رفاه المواطن وسعادته وراحته أولوية قصوى في رؤية الحكومة وخططها وبرامجها، وهي على الرغم من التحديات الاقتصادية وأثرها على التنمية في المنطقة والعالم، إلا أن عزمها لصناعة حياة أفضل لأبناء الوطن يجعلها لا تتوقف عن بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة ومحاطة ببيئة خدمية مزدهرة.